ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقره المناوره. اليومين اللي فاتوا كان في احداث كتير جدا تهم الشباب وبالاخص صناع المحتوى اللي بقى ليهم تأثير كبير في المجتمعات برأيهم وأفكارهم اللي بيطرحوها من خلال فيديوهاتهم اللي بيشاركوها مع جمهورهم المتفاعلين معاهم على السوشيال ميديا. والعالم كله بقى بيبص لهم بصراحة بأهمية كبيرة جدا. ليه؟ علشان أفكارهم وتقديمهم حلول مهمة سواء في المناهج والتعليم الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، تخوفات العالم من تحوله من حاجة بتخدم الإنسان وبتسهل عليه حياته لأنه يقضي على شغله وحياته ويتم الاستغناء عنه. ويمكن احنا شفنا كمان يمكن الدراما تناولت الموضوع ده بشكل كبير. الحقيقة لازم نبقى فاهمين ايه التحديات في موضوع التكنولوجيا وتطورها وصناعة المحتوى. زي ما انتم شايفين العالم بيتغير، مليان تحولات، تغيرات بتحصل بشكل سريع جدا، كل حاجة بتحصل مع بعضها ممكن تخلق لك فرص وتفتح لك سكك تانية، بس لازم نبقى مستعدين ليها ونفهم ايه اللي بيحصل. فعشان كده بنحاول دايما ان احنا نتكلم ونتناقش ونلاقي حلول علشان نعرف نستغل الفرص اللي قدامها. وانا شايفة بصراحة اننا هنلاقي النتيجة دي ان شاء الله في اسرع وقت لما نسمع الشباب بتقول إيه والعقول المفكرة الجديدة ونشاركهم في دايرة الحوار، لأن هم دول اللي بيدافعوا عن مستقبلهم، هم دول أكتر فئة عايشين المشكلة وحاسين بيها، هم دول اللي مواكبين التكنولوجيا وعايشين بيها، فأكيد هيبقى عندهم حلول عملية ومختلفة. وعايزة أقول زي ما في ناس بتستغل السوشيال ميديا بشكل سيء جدا وجودها فيه لا يعني شيء أحد، لا كمان في شباب بيقدموا أفكار وحلول وموضوعات بتهم الناس فعلا وعقولهم بجد بجد تتلف في حرير زي ما بيقولوا. دول اللي لازم نبص لهم ونسمعهم كويس ونسمع وجهة نظرهم في المستقبل، ومهم قوي قوي اننا نعرف هم شايفينه ازاي وبيتعاملوا معاه ازاي. عشان كده ان شاء الله احنا معانا النهارده ودلوقتي ان شاء الله بعد شويه واحده من اهم صناع المحتوى في مصر والوطن العربي، ودايما بتتكلم في موضوعاتها عن الحاجات اللي بتهم الشباب في الوطن العربي، وده هيكون سبب اساسي وجودها معانا دلوقتي. معانا صناعه المحتوى وصاحبه الكلمه ايمان صبحي. الو. اهلا اهلا. الو، انا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده وميرسي قوي على الانترودكشن الجميله والخطيره والمهمه دي كمان. حبيبتي ايمان كمان صاحبه محتوى ماذا لو. مظبوط. اهلا بيك يا ايمان، منورانا وفخورين جدا بمشاركتك كمصريه في القمه. ميرسي قوي والله، انا كمان فخوره جدا ان انا كنت موجوده، ويعني حقيقي كنت مبسوطه اني شفت حاجات كتير فعلا خلتني افتح عيني، وحاسه انه محتاجه انقلها الفتره الجايه للناس يعني كمان. طيب ايمان، شايفه ازاي وجود صناع المحتوى والمؤثرين في المحافل المهمه؟ هو في شفت بيحصل كبير محدش واخد باله منه، او يمكن يعني مش ظاهر قوي لسه، وهو انه ما بقاش الكفرج القديمه، مش القديمه، التقليديه الاعلاميه ما بقتش هي اللي البراندز ولا حتى المؤتمرات العالميه بتدور عليها. دلوقتي بقيت اشوف في المؤتمرات بدل ما اشوف ركن الاعلاميين بشوف ركن صناع المحتوى. برافو. هم دول اللي بيقدروا يعملوا تغطيه حقيقيه شبه الناس، ولاننا ما احناش دكاتره في الجامعه ولا يعني مجتهدين وصانع المحتوى ده حاجة مهمة جدا جدا. بالضبط، وبيقدر يحلل، عنده قدرة تحليلية كبيرة مختلفة تماما، لأن هي خلفيتها مختلفة عن الإعلام التقليدي، لأن خلفيتها مختلفة، بلس إنه ما فيش أي دايركشن إحنا ماشيين في، كل واحد استراتيجيته بتاعته واجندته بتاعته. مظبوط. وايمانه بتاعه، فاحرار، واحنا بنتكلم واحنا بنعكس الرؤيه بتاع اللي احنا بنشوفها بنعكسها زي ما هي بالظبط، من غير ما هي تكون متجهه او موجهه من اي مكان. حلو قوي. طيب انا عايزه اعرف منك ايه الاسئله والمواضيع اللي بتهم صناع المحتوى اللي عشان يقدروا يساعدوا بيها الشباب، اللي كان نفسك تسمعي لها او اتطرحت؟ في مواضيع كتير حاسه ان احنا كلنا محتاجين نتكلم عنها اكتر، زي مثلا الاستدامه وازاي نحط ازاي ننفذ اهداف الاستدامه في بلادنا العربيه، لان احنا عندنا ستراجلز مختلفه مع اهداف الاستدامه، وهي انه
ان اذا كان المستوى التعليمي والاقتصادي والثقافي كله عندنا فيه مشاكل، دي فبالتالي لما حقيقة. نيجي نحقق الاستدامة بنحققها بالطريقة الغلط، بنحققها بطريقة مش مستدامة. برافو ف عليكي، صح. بالظبط، فاللي تشالنج دلوقتي ان احنا عايزين نعمل قرى مصرية مثلا او مغربية او جزائرية في كل بلد عربية، عايزين نعمل قرى فقيرة، عايزين نخليها ممكنة. ازاي نخليها ممكنة؟ هل نخليها ممكنة بالطرق التقليدية ان احنا ندخل نديهم اكل ومية وشرب، ولا لا؟ دلوقتي التكنولوجيا بقت خلت القرى دي تقدر تعمل حاجات اكتر بكتير من اللي هي صحيح، تقدر تعملها، ومن وجودها في يعني مجرد انك تدخلهم انترنت وتعلمهم سكيل واحدة بس على الانترنت هتخليهم يقدروا يبقوا يتطوروا sustainable فعلا. اوتوماتيك. بالظبط كده. بالظبط، بمناسبة يقدروا يبقوا الانترنت، مستدامين. بمناسبة الانترنت والتكنولوجي وكده، الذكاء الاصطناعي عامل قلق، يعني على قد قلبان. ما هو على قد ما احنا هو خايفين. بالظبط كده قلق، في عنده يقدر يعمل حاجات كتير قوي، الشات، خاصية الشات اللي هي الجي بي تي. صح، جي بي تي. شايفة الموضوع ازاي؟ يعني هقول لك الموضوع، احنا يعني في الناس اللي حواليا كملحنين وكتاب وكده وشعراء، لا هم قلقانين. يعني انا دوري ايه؟ انا طب ايوه، كمبدع لما يبقى في حاجة زي دي ممكن اقول لها بس اعمل لي انت كذا عارفه فيعمل لي كذا. انا برضو كان عندي نفس الفكره، والقمه على فكره ساعدتني جدا ان انا اعمل سوليد، يعني رايي، اكون رايي واضح عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يبدو ان هو مخيف، ولكنه بالعكس هو فرصه كبيره لينا كبشر نبطل نبقى ماشينز. يعني صحيح، العمال اللي في المصانع، الناس اللي بتنظف، لما كل دول دي مش شغلة بني آدمين، دي شغلة آلات بعد كده. فساعتها الإنسان هيبقى عنده وقت يبقى مبدع أكتر، يشتغل شغلانات أحسن، أو نستريح على الأقل ماشي. ونخلي بس الماشين ده من يشتغل وجهة نظر أكتر. العلم، اوكي هنريح الناس، بس الناس الجزء اللي مش الكرييتيف، هتلاقي، لا، والناس اللي الجزء ممكن شغلها يروح، خلي بالك في برضو في فئات مشكلة ده. العاملين هيعملوا ايه. صح، دي تشالنج. حتى في القمة معالي الوزير الجرجاوي قال نفس الجملة، قال إنه بعد 10 سنين جايين ناس كتير هتخسر وظائفها، وهيبقى في بطالة في نفس الوقت علشان مفيش مهارات كفاية للشغلانات اللي احنا محتاجينها، اللي التكنولوجيا بتتطلبها. فاللي احنا نقدر نعمله ايه؟ ان احنا نمكن الناس، يعني نحاول نمكن الناس عشان يبقوا يقدروا يشتغلوا الشغلانات الجديدة، اوكي، مش ان احنا نتمسك بالقديم ونتمسك، لا، احنا عايزين الناس تفضل تنظف زبالة، لا، مش عايزين نفضل الناس لا تفضل لا لا، تنظف احنا وتفضل فعلا تشتغل عمال. بالظبط صح، بالظبط. احنا عايزين نطلعهم لليفل تاني، كده كده الشغلانات الكرييتيف هتفضل كرييتيف. في القمة برضو كان الرئيس التنفيذي الكورسيرا كان بيتكلم انه لا، المدرس هيفضل مدرس، مفيش مدرس هيستبدله اي اي، مفيش طبيب هيستبدله اي اي دلوقتي على الاقل، يمكن بعد 200 سنة، بعد لما يبقى عندنا بقى يبقى عندنا الـ عندنا 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 قدرة ان احنا نعرف الامراض بالتحاليل بالظبط، ساعتها ممكن الماشينز تساعدنا. في الحاجات بس في اللي ما فيهاش مشاعر برضو، يعني انا محتاجة دكتور يتكلم معايا، لكن ممكن يشوف تحليل، ممكن يشوف اشعة، يعمل لي ريبورت عادي، صح لكن انت صح محتاجة يعمل روح، لك الروح ريبورت دي مهمة قوي. 100%. واحنا اصلا اجسامنا معقدة تماما، يعني ما فيش حد اصلا يقدر يبص على ابدا جسمك ويقول لك والله انت عندك كذا. يعني انا دلوقتي بقالي اهو 4 شهور لسه مش متاكده انا عندي ايه، فهل في ماشين هتعرف؟ لا، ماشين مش هتعرف، لان العلم احنا لسه الماشين بتعرف اللي احنا نعرفه صحيح. واحنا لا، لسه ما عرفناش. سماعة الدكتور دي ما بتتبدلش بحد، يعني سماعة الدكتور لا، اللي بيسمع ضربات القلب ويسمع ويعرف، فتمام. بالظبط. طيب، بما انك بتلعبي بالاحتمالات في برنامج ماذا لو على السوشيال ميديا، قولي لنا بقى، ماذا لو الذكاء الاصطناعي ده سيطر على كل حاجة؟ أنا مجهزة فيديو هينزل النهاردة عن الموضوع ده. بجد؟ شوية مفاجأة والله لا، العظيم. ما حرقناش على فكرة، ما حرقناش حاجة. لو مش عايزة تجاوبي خليه. لا، هنجاوب ونعيد ونزيد. أنا بالعكس خالص، أنا أحب أقول تاني وأقول تالت، الفيديو هو ملخص عن كل اللي اتقال في القمة، أو أهم الجمل اللي اتقالت بالنسبة لي عن الموضوع. أنا اتفرجت مثلا، يعني غير إن أنا حضرت مثلا 6 محاضرات ومن النقاشات، انا كمان اونلاين قعدت 10 ساعات بتفرج على باقي السيشن. فاخدت كل الجمل اللي انا شفتها بتلخص مستقبلنا مع الذكاء الاصطناعي، وبلخص انه لا، فعلا احنا الاي اي هيخلينا مبدعين اكتر، هيساعدنا. يعني لو احنا خايفين دلوقتي، لو الملحن او المصور او الرسام
خايف هو هينبهر بعد شويه لما يلاقي نفسه، لما يشوف الابداع اللي هو بيعمله. بالظبط. وانس انه الاي اي بيعمل الاسم وبنسميه دونكي وورك، فاهمه؟ فحاسه انه يعني لا، بصي هيبقى مفيد لو تم التقنيه صح، والحاجات دي اتظبطت صح، في الوظائف مزبوط. المهمه، ونسيب الحاجات الابداعيه للفنانين والناس، يعني ما ينفعش. طيب انا عايزاكي في اخر الفقره تقولي لنا يعني رساله للشباب وصناع المحتوى، تقولي ايه؟ اعملوا محتوى كتير. احنا السوق بتاع المحتوى في العالم العربي ضعيف جدا، محتاج كونتنت كريترز اكتر. كل مذيع بالمناسبه، كل طالب، كل دكتور، كل مهندس يقدر يعمل محتوى يجيب ناس تانيين. مظبوط. فكلنا لازم نعمل محتوى. انا بشجع دايما الناس تعمل محتوى. عندنا مساحه واسعه، مفيش كومبيتيشن، محتاجين نسمع اراء ناس اكتر. فارجوكم اتكلموا. هيتكلموا ان شاء الله. نورتينا ايمان، بتمنى لك التوفيق والنجاح دايما، وان شاء الله فخورين بيكي وبكل الشباب وكله يسمع بنصيحتك ويطلع يقدم لنا محتوى يفيد فعلا. احنا كده خلصت منورتنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل ونشوف مين ضيفنا المميز ومفاجاه حلقتنا النهارده. استنونا.